السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أطفال. وقت القصة. براءة الفتاة الفضولية. براءة فتاة جميلة، عيناها سودان وشعرها أسود طويل، وهي فتاة فضولية تتدخل في كل شيء وخاصة في عمل أمها. ويدق الباب. من؟ أهلا جارتنا، تفضلي بالدخول. وجاءت فرصة براءة. دخلت براءة غرفة أمها وبدأت بوضع مساحيق التجميل على وجهها. ما هذا؟ صباغ للشعر؟ ياه، سأصبح جميلة مثل أمي. دخلت براءة إلى الحمام ووضعت الصباغ على شعرها. ومضى الوقت. سمعت الأم صوت البكاء. إنها براءة، لقد أفسدت شعرها فبدا منظرها مضحكا. وما كان من أمها إلا أن أخذتها إلى الحلاقة التي قصت لها شعرها.